السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن شادي مدرب لعبة المبارزة نادي الفجيرة للفنون القتالية. تكون الحلقة الأولى من برنامج لعبة المبارزة، يتم خلال البرنامج شرح بشكل عام رياضة المبارزة مع أنواع الأسلحة والمتطلبات الخاصة باللعبة. لعبة المبارزة ثلاث أنواع من الأسلحة: سلاح الصبر اللي هو سلاح السيف، سلاح الشيش طبعا معروف سلاح الشيش اللي هو سلاح الفلوريه، سلاح سيف المبارزه اللي هو سلاح الإبيه. كل سلاح ليه قانون مختلف عن الثاني، كل سلاح ليه متطلبات وتحكيم بشكل مختلف وملابس مختلفه عن السلاح الثاني. باذن الله في الحلقات القادمه هيتم شرح سلاح سلاح، تستفادوا مننا ان شاء الله باذن الله. شكرا.